السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما معكم بالعلم المنتقي عن ناطق رأس في عصبة الدار البيضاء الثقافية والرياضية، ونحن نتواجد في عملية كنترول عند أحد أبطال الجمعية البيضاوية البطل عادل أكركا، والإنجاز الكبير داخل مسابقة الشاطئ الأبيض. نشوف البطل ديالنا كيفاش شاهد المسابقة وكيفاش كان الإعلان ديالك في المسابقة الأخ عادل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بالسي العيد والأخ السفاتي وكيعتبروا أخ ديالنا. المسابقة ذات شوية صعبة يعني بحكم أن كانت الرياح معاكسة، والحمد لله تمكننا نعلو بعض الحمامات في توقيت جيد، هادشي اللي كاين. الحمد لله. وهذه هي الحمامة الأخ عادل ياك، الحمامة الأولى كما كتشاهدوا معنا في الصورة، هذه هي الحمامة المعلنة عند البطل عادل أكركاو عن الجمعية البيضاوية. وبالنسبة للحمامة الثانية هي ديال الأخ عادل ياك كما كتشاهدوا الحمامه الثانيه. بالنسبه لهذه الحمامه الاخ عادل كيفاش هذه يا سيدي انت كبيره مزال سنه 2014، يعني حمامه كبيره فتبارك الله حمامه مزيانه ديما عندها دبا الماري زوين، فديجا حاصله على الرتبه الاولى في مسابقه سبت بزوله هي شموره، و برومي ايميتانوت مسابقه يعني الايميتانوت كانت السيئه قاصحه، هي كتلعب ديما في الظروف ديال الدراخة المناخية الصعبة. كانت دارت برومي عندها دو فوا برومي سبزولة وبرومي ايميتانوت، والسنة الفارطة كانت كلاسات ثاني أحسن حمامة في الجمعية البيضاوية في النصف الطويل، دوزيام اسبيجون دو دو ميفو في ذاك العام، وتقريبا راه الحمامة راه تقريبا في نفس المسافة تقريبا ثلاث سنين هذي، يعني مي تزادت مي كانت مبورة كتوصل 500، هي الحمامة الأولى اللي كانت ديكلاري بها. عندها دي عندها 11 مراد جرار، عندها 22 في تاكانت، المهم عندها تبارك الله. وهذا العام راك تحابسها في القناة برهنات عندنا خرجتها دومي فون، خرجها من برودكسيون لأن اختصاصية في النصف الطويل أو الفراح كما كنقولوا. النصف الطويل الممتاز الاخ عادل ياك، تبارك الله عليك. وتيحضر معنا في عمليه الكونترول الاخ السفاتي، الاخ السفاتي باش نبداو عمليه الكونترول بالنسبه لهذ الحمامه الاولى والحمامه الثانيه. كما كتشوف راه تم المعاينه ديال الحمامه، ورقه ديال لونجمون، ورقه ديال سميتو الباك ديالها وفي كونستاتور. الحمامه اللي هي مورولوجيه هي الرقم ديال لونجمون ديالها، لا الرقم ديال لونجمون ديالها هو والحمامه اللي تأوروجات رقم 28 في الجمعية. هي هذه هي الحمامة رقم 29 تأوروجات في الجمعية من 67 حمامة. مبروك عليك الأخ عادل. بالنسبة كنتي حاضر في ديكلاراسيون، كيفاش جات الحمامة وكيفاش كانت الشعور ديالك وكتعلم بالأواعي في الجمعية البيضاوية؟ كنتسائل مع نفسي كنقول يعني كنشوف الظروف المناخية، وأصلا قلت لهم الصباح راه فيها قوة، قلت لهم إن شاء الله راه حتى ما بين 45 دقيقة والفوق راه تبدا الديكلاراسيون على حسب الأجواء، الحمامة اللي تجيب شي ميل ولا شوية ديال يعني ديال هاد المسافات راه هو اللي فرض نفسه تقريبا راه وقع على جميع الإخوان، يعني اختصاص ديال الوان داي. الحمامة راه حضرنا لها صراحة كما قلت لك، تنتسائل شكون اللي غتجي الحمامة الأولى، واش يعني كانوا شريفين الأولى هذه، كان شي حمامة بين عينيك ياك، كانوا مرشحين داك الشيء مرشحة أكثر، مرشحة هي الأولى وتنتسنى فيها الأولى لأن بحكم يعني عندها تجربة، يعني حمامة مخضرمة وعندها إنجازات كذلك وعندها إنجازات كما قلت لك، راه عندها دو فوا برومي، برومي سيزولا، برومي إيميتانوت، 11 مواد جرار، 22 تاكات، عندها دي بريو أبار 25%، هذيك العام راه في الدومي فورم كانت تخرج على المية الأولى في خمس مسابقات، يعني تبارك الله كلاسة الثاني أحسن حمامة دوزيام أسبيجون دومي فون، وقت كنتسناها هي ولا هاد الشريفية، الشريفية كتهضر عليها هي الأخرى، فهي حمامة 2012 تبارك الله معروفة، فهي برومي تتخصص في الاتحاد الوطني، دوزيام في إيميتانوت 28 ألف حمامة عصبة الدار البيضاء 16، إنجازات كثيرة عندها تقريبا 24 بري، بنتها هي البرومي أسبيجون ديال دومي فون في الجمعية البيضاوية هذا العام. هي حمامة زوينة شمبورة بنتها، حمامة سلالة جيدة برومي الاسبيجون، لا كانت دارت ساكيام اسبيجون في الدومي فون في 2014 آه. وبنتها هي البرومي اسبيجون في الدومي فون ديال 2014 بنتها وربما تكون هي ربما راه مرشحة تكون اسبيجون ديال العصبة الدار البيضاء، يعني البنت ديالها تكون هي البرومي اسبيجون في الدومي فون. اللهم بارك ان شاء الله يكتب. فكما كتشوف ميمات راه في المستوى العالي، يعني باها با
بها بوت هاد الحمامه راه هو جد البرومي انترناسيونال ديربي ارونا دو ميساج راه كاين في البيديغري ديال بوار بوار كان ربي واحد المولوع ربي برومي انترناسيونال ديربي ارونا هذيك السنه اللي دازت يعني السنه الفريطه فحمامه البتاته راه بنتها يعني والرابعه راه بنت خوها يعني السلاله ديال هذا الاختصاص السلاله مختصه بالنسبه للمسابقات حتى في التفل علامات تاع الضريبه خويا بالعيد علامات تاع الطايره راه باينين اللحم داكشي اللي كاين الاخ سفاتي راه مراقب الحم راه باين تاع الحمامه بارك الله عليك تكون في نورمالمون في دي برومي مينوت ابري طاريفاج دو بيجون يعني نشوفوا لي طالج فيها بيجون نشوفوا البصقه ديالها يعني لاسيد ازوتيك ديالها نشوفوا يعني كاين دي فورماسيون خصهم يعرفوهم الناس كيديروا المراقبه يعني خصهم يعرفوا الحمام جاي في ظروف مناخيه نشوفوا الظروف المناخيه كي دايره يعني كاين فروتمون ديال الجناح ما بين الريشه والريشه اللي كيخلي لنا اثار يعني كنشوفوها بعينينا يعني مجرده المهم كاين ما يتقال في العمليه ديال الكونترول نتمنوا الناس عاود دير لهم كونترول ما ديرش اشارات داكشي اللي كاين الاخ عادين الكونترول يكون على حقه وطريقه يعني باش يعني كونترول هو تاكيد الحمامه انها لعبه هذيك المساله واش لعبه ولا ما لعبتش بدا اصلا باش نشوفوا الوقت ونشوفوا الورقه يعني خصنا نشوفوا ليطا اللي جا فيها الحمام كيفاش جا هذا الحمام واش عليه علامات تعب واش زعما نشوفوا بزاف د الحوايج بزاف د الحوايج بزاف خصنا الناس يركزوا عليها في العمليه ديال المراقبه ونتمنوا الخير للجميع هذاك الشيء اللي كاين والله يسخر الجميع ومبروك عليك الاخ عادل الاكركا ومبروك عليك مره ثانيه اللي كتحقق واحد الانجاز كبير ضمن هذه المسابقه ديال الشاطئ الابيض ولو وبالنسبه للمسابقه ديال الشاطئ الابيض كيفاش جاتك زعما المسابقه ديال الشاطئ الابيض؟ ربما يعني كانت الدار البيضاء كاول تجربه ليها في هذه الناحيه الحمد لله الحمام درت خلوط تقريبا كاين واحد 50% ديال الحمام تجربة أول وصراحة المغرب يعني سيرتو في هاد لي بيريود يعني في يعني في شهر 4-5 معروف كيكون الجو شوية صعيب بحكم الضوء يعني المناخ سائد آنذاك في هذاك الوقت داكشي اللي كاين كيكونوا صعاب شوية والحمام راه كيتأدابط مع ذوك المنطلق عام ورا السلالة حتى هي خص تكون متخصصة بالنسبة لها المولوع يعني لا بريباراسيون بزاف د الحوايج ماشي غير يعني كاينين سلالات اللي اختصاصيين في المسافات مولوع الى خدم معاهم عطاهم حقهم ان شاء الله يكون الخير داك الشيء حتى لاداطاسيون ديال المناخ في المغرب ملي كيجي من برا خصو خدموا بولادو ولاد ولادو هذا الشرف اللي جان كيدوز يعني المناخ السائد راه حمام كيت يعني كيتبدل حتى هو مع المناخ اللي غادي كنلعبوا اييه خصو يتوال مع المناخ ديال المناخ المغربي كنشكرك الاخ عادي كنشكرك على الترحيب والضيافه وتشكروا جميع الاخوان ديالنا اللي كيشاهدوا معنا هذا الفيديو مباشره عند البطل الكبير عادي الاكركا واحد ابطال مسابقه مدينه الشاطئ الابيض بالنسبه للحمام كله جا الاخ عادي بقى شي حاجه 50% نتمنوا راه مطلق رقاصح ماشي سهل انا يدخل فيه غير سيدو مولاي الحمام اللي مزيان راه هو اللي غادي يدخل ما مزيانش نتمنوا ليه حتى هو يدخل ما دخلش الله يعوض وجو ثانيا من جد وجد ومن زرع حصد اخ سفاتي كنبغيو نوجدوا واحد النداء يعني العصبه ديال اول وسط الدار البيضاء بارك علينا من المشاكل وخلونا نلعبوا مجموعين ونتجمعوا حنا راه خو جمعنا هذه الهوايه النبيله الحمام راه من السلام بارك ما الصراعات والناس اللي كتخربق في هذا الشيء وما كتبغيش ان الدار البيضاء تكون يعني مجموعه خاص الله يهديها في الاول الهدايه من المنبر داكشي اللي كاين نتمنى الاخ عادل هذاك الشيء اخ سفاتي كاين واحد الكلمه باش نوجه لجميع المشاهدين اللي كيشاهدوا معنا هذا الفيديو الكلمه اللي غنوجهوها اول كلمه غنوجهوها للمنخرطين ديال الجمعيه البيضاويه أوفياء الناس اللي ما دزناش عندهم درنا لهم كونترول كما كتعرفوا يقدر بنادم يبدا يحرر شي شخص يقول لي هادي الجمعيه البيضاويه ارتأت في المطاف ديال نصف الطاويل والطاويل يعني ان الكونترول كمبدا للجمعيه ان الكونترول يدير خمسه الحمامات الاولين خمسه الحمامات الاولين واللي بغى يدير شي كونترول شي حد اخر يمشي يديروا ليه يمشي يديروا ليه مرحبا ولكن الجمعيه راه حاصره خمسه المنخرطين خمسه الحمامات ماشي منخرطين خمسه الحمامات الفائزات بالنسبه لهم كونترول والله يوفق الجميع ومبروك على الجميع الناس اللي ربحوا في هذا المطلق واحد هو كما قلت السيده الدويله يعني الكونترول كونترول خصنا نجيو الكونترول خصنا ندير كونترول سيفير
ماشي كاينه بعض الناس كتقلق على مش درت لها كونترول باش يجي كونترول انا يعني كيقل هذا غير اشهار يعني كما قلنا يعني حتى هو داخل في العموم ولا يسخر الجميع ماشي عيب غير كيتمنوا تعاود دير كونترول نص صح يعني بحقيقة نحقو بعين الاعتبار وكما قال السفاتي كنشكرو جميع المكونات ديال الوصفة الثقافية ومكتب يعني المسير ديال الجمعية البيضاوية سي أزبير اللي تحمل عناء السفر كذلك السي النخلي سليمانو اللي كينجحونا المسابقات ونساوش الشيفور واحد جنود الخفاء واحد الكلمة الأخ كركا واحد تعزئة للأخ أمهدور سينا السي أمهدور عيدنا لي البارح وكان يعني الله يعوضه الله يرحم مسكينة والله يرحم جميع الأمة الإسلامية مبروك عواشر وإنا لله وإنا إليه راجعون كاين وهذا كل ما يتعلق عند البطل الكبير عادي الأكركا وبطل مسابقة الشاطئ الأبيض عن الجمعية البيضاوية وكذلك عن عصبة الدار البيضاء الثقافية والرياضية وضمن كذلك العصبتين عصبة الشاوية وعصبة الغرب إلى هنا نستودعكم الله وفي أمل لقائكم مرة أخرى ومع بطل آخر في أمل الله.